محمد رشيد سليل رئيس جمعية فرقة عود الرمال للموسيقى العربية والوطنية. سعيد بهذا اللقاء التواصلي وهذا الحفل البهيج الذي تنظمه الكثير من الفعاليات الثقافية الجماعة وكذلك الجمعية الروحية للموسيقى الأندلسية. لا شك أن هذا اللقاء هو لقاء جميل يعيد الدفء لقاعة العروض هنا بمدينة طنجة، ولا شك أن الحضور الكثيف للجمهور دليل على تعطش الجمهور لمثل هذه اللقاءات، وخاصة وأن هذه اللقاءات هي لقاءات فنية على المستوى الرفيع، وهناك يعني عمل بديع يقدم اليوم على خشبة هذا المسرح، مسرح أحمد بوطماخ. لا شك أن تكريم الأستاذ عبد السلام الخلوفي هو فعلا عبارة عن ثقافة الاعتراف بمجهود هذا الرجل الذي قدم الكثير 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 على الساحة المحلية والساحة الوطنية في المجالات الفنية والإعلامية، فإنه يستحق كل تكريم وكل خير. وهذه ثقافة جميلة، ثقافة الاعتراف التي نسعى إليها جميعا، الاعتراف بكل من يؤدي ويقوم بدوره في إرساء دعائم التنمية الثقافية اللي هي حقيقة جسر للتنمية البشرية الحقيقية. شكرا جزيلا. كنشكر المواكبة ديالكم ديال البرنامج هذا اللي كيدخل في برنامج أماسي، اللي هو جزء من برامج ديال رمضان ديال التنشيط الرمضاني اللي وضعته لجنة الشؤون الثقافية والرياضية والعلاقة مع المجتمع المدني مع جماعة طنجة تحت إشراف العمدة مشكورة اللي انخرط في هذا العمل الإيجابي اللي عطى واحد الإشعاع لمدينة طنجة. بكل صراحة مدينة طنجة بحال اللي كتعرفوا على أنها عرفت واحد الركود على جميع المستويات. اليوم الحمد لله كاين واحد الحركية في إطار مشاريع طنجة الكبرى اللي تم انطلاقة ديالها صاحب جلالة نصر الله وأيده، كذلك كاين هناك واحد مجموعة ديال المشاريع اللي عرفت إحداث واحد مجموعة ديال المنشآت الثقافية والرياضية والاجتماعية اللي كخصها المواكبة والتنزيل ديال المشاريع ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. حنا في جماعة طنجة الدور ديالنا أساسي في مواكبة يعني الساكنة، ونحملوا هموم الساكنة لأن هذاك هو الدور ديالنا كمنتخبين. الحمد لله داخل جماعة طنجة حاولنا تكون الأولويات ديالنا هي انتظار الساكنة، ونحاولوا أننا كل لجنة تشتغل في الإطار ديالها، المجلس الجماعي كيشتغل في الإطار ديالو. حنا كلجنة وضعنا واحد البرنامج اللي عملناه كيواكب يعني أربعة المجالات في مدينة طنجة، المجالات الفنية والثقافية والرياضية والاجتماعية. الحمد لله حنا ماشيين في البرامج ديالنا، كاين هناك مسابقات ديال تجويد القرآن في 8 ولا 9 ديال دور الشباب اللي كتغطي مختلف المقاطعات، كذلك هناك زيارات تضامنية مع واحد مجموعة المراكز الاجتماعية بحال حضانة طنجة، معهد لالة مريم الأطفال الانطوائيين، دار العجزة للمسنين، كذلك هناك دار الهناء، كاين واحد مجموعة ديال البرامج الاجتماعية، كذلك كاين برامج رياضية اللي كتشمل دوريات ديال كرة القدم مختلف المقاطعات ديال مختلف الأعمار، كذلك اللي كاينة مشاركة مع الجمعيات، وكاين كذلك معرض ديال المنتوجات اللي هو أمامكم ديال المنتوجات التقليدية والنسائية بمدينة طنجة. وحاولنا كذلك نعملوا ندوات علمية جوج تعلقوا بالدين، واحدة كانت في جانب الطب النفسي والعلاقة ديالو مع رمضان، كيف يعني رمضان فرصة ثمينة من أجل التطور إلى الأفضل. كذلك ندوات علمية اللي أطروهم دكاترة أجلاء وعمداء ديال الكليات للآداب ولا أصول الدين ولا مجلس العلمي. الحمد لله البرنامج ماشي يعني بخطة ثابتة نحو النجاح. هو اليوم قبل النهاية ديالو برنامج أماسي، دوزنا فعالية رياضية، دوزنا فعالية اجتماعية، اليوم كان عندنا فعالية فنية اللي هو محمد الخلوفي، باقي واحد فاعل واحد اللي هو فاعل سياسي اللي غيكون الأسبوع اللي ماجي، وإن شاء الله غيكون حفل ختامي يوم 24 رمضان، 24 رمضان إن شاء الله اللي غيكون حفل ختامي هنا بقاعة الكمح اللي غنتوجوا فيه المتوجين في جميع المسابقات اللي عملتها جماعة طنجة. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.